السلام عليكم. كملوا لو كور ديالنا سور بينيتريشن تيستين او الايثيكال هاكر. كيف كنعرفوا ان كيف شفنا في الفيديو اللي قبل ان الاختراق او البيغاتاج ولا الهاكرز هي واحد العمليه منظمه جدا، ماشي غير اجي وقوم بقرصنه ديال موقع او شخص او اي نظام. كيف كتعرفوا ان الطريقه باش كنقراو لي سيرتيفيكاسيون هي بحال كدير بحال اللي كيدير المخترق، كدير بحالو، كتفكر بحالو، كتقوم بالعمليه بحالو باش تعرف كيفاش كيدير هذه العمليه. ولكن هذه العمليه راه ماشي عشوائيه، سي با دو ماشي اذا كانت عشوائيه حيت هي كاين جوج، يا عشوائيه يا بمراحل. كانت عشوائيه بحال كتصيفط ايميل ولا وكتسناه يبرك عليه، ولا كتصيفط له ان فيشي جوان في ان ايميل وكتسناه يتلاشارجي هذاك الفيشي جوان. هذوك سكون ابل لي كي ديسكريبت. دونك هذيك الطريقه ماشي احترافيه، اما الطريقه الاحترافيه فيها مراحل اللي هما خمسه ديال المراحل. اول مرحله هي سكون ابل ريكونيسانس. ريكونيسانس وهي بحال كنقولوا تجميع المعلومات، تنجمعوا معلومات ولكن بلا ما نحتكوا مع الهدف. كتجمع معلومات لي باسيف، باسيف يعني موجوده هي سوغ انترنيت، يعني دي دوني بوبليك كاينين، ما كنديروش عليه بينغ، ما كنديروش عليه ان سكان، ما كنديروش عليه هاد لي زوبيراسيون. كناخذوا غير دي معلومات لي ديجا كاينه، ومعلومات كيكونوا تكنيكال ونون تكنيكال، يعني التكنيكال اللي غينفعونا في الاختراق ونون تكنيكال اللي يقدروا ينفعونا في سكون ابل السوشيال انجينيرين. دونك غادي نشوفوا هذا الشيء من بعد. المعلومات اللي غنحاولوا نقلبوا عليهم مثلا هما الاي بي ديال الهدف ديالنا، لو دومين ديالو الا كان ان سيت. دونك سو سون دي دوني بوبليك، الاي بي والاي بي مثلا الا كان اون ماشين ولا ان وايرلس ان ريزو واي فاي ولا ان اكسس بوينت ولا ان تابليت. تنقلبوا عاوتاني على لو سيستم ديكسبلوطاسيون ديالو الاو اس. سي مثلا الا كان موقع او لا ويب سايت، كنشوفوا لو سيرفور اللي محطوط فيه سور كيل سيستم ديكسبلوطاسيون محطوط، شنو هما لي فايل اللي غيكونوا في هذاك لو سيستم ديكسبلوطاسيون. تنقلبوا على لو دومين، لو دومين لي مع هذاك الهدف ديالنا. الا كان موقع مثلا كنشوفوا تنشوفوا لي دومين لي سو دومين ديالو، الا ايبرجي عند من، عند اي شركه، شنو السميه ديال المولاه، فوقاش غيتكسبيرا، فوقاش تكريا. تناخذوا دي دوني بوبليك ديجا محطوطه في انترنت، يعني ما غاديش نحتكوا مع الهدف، ولكن تناخذوا غير دي دوني اللي ديجا هي بوبليي سور انترنت وكلشي يقدر يشوفها، وما غاديش نتسائلوا عليها من بعد. دونك هذه بالنسبه لا بارتي ديال ريكونيسانس. كيف قلنا ريكونيسانس ما كيكونش ان كونتاكت مع الفيكتيم. كان اوتيليزي وكنستعملوا لي سيت دي سيت بوبليك باش كناخذوا هاد لي دوني هادو. دي سيت بوبليك غنشوفوهم في لا بارتي براتيك. وكنا كناخذوا دي دوني تكنيك ودي دوني نون تكنيك. مثلا ناخذوا لي زادريس ايميل ديال لي بيرسون لي داخلين في هذاك لو دومين، في هذاك سي ساجي دان سيت ولا ساجي دان سيرفور ولا اون سوسيتي ولا بو امبورط. دونك هذه في لا بارتي ريكونيسانس. كاينه لا دوزيام بارتي هي سكون ابل سكانين. سكانين هي معلومات كتكون اكثر تفصيل واكثر دقه. مثلا كنبغيو نعرفوا لي بور ديال هذاك لو سيرفور اللي غادي نشوفوا هذاك السيد او لا ماشين ديال هذاك السيد اللي غندخلوا ليها، لي سيرفيس اللي مفتوحين وكيستعملوا اي بور، لي سيستم ديكسبلوطاسيون ديالو، لادريس اي بي اللي عنده، ولا لو نيتورك اللي داخل فيه، ولا الرينج ديال نيتورك. دونك باش كنعرفوا لي بوين فابل ديال كل سيستم. دابا الا عرفنا او اس غنشوفوا شنو هما لي بوين فابل ديال او اس. عرفنا لي بور غنشوفوا مثلا حلينا البور اف تي بي، غنشوفوا شي فاي كاينه في لو بور اف تي بي ولا كيلكو شوز كوم سا. دونك هادشي غنشوفوا من بعد. دونك في لا بارتي سكانين كاينه واحد ليتاب تاع هي غنشوفوها ان شاء الله، سميتها الانيميريشن.
ولا ماجور بارتي ملي كتكون مع ان كليون باش كدير له البينيتريشن تيستين كدوز غير في هاد لي دو بارتي لا ريكونيسونس والسكانين. على لا باز ديال لو ريزولتا ديال ريكونيسونس والسكانين كتكون لاتاك. دونك في لا ترويزيام ايتاب هي سكون ابل او لا ترويزيام ايتاب هي الجينين اكسس. الجينين اكسس يعني عندي لقيت واحد لافاي وكيفاش غادي اكسبلواتيها. مثلا لقيت مثلا ان عنده ويندوز 7 غادي نمشي نشوف مثلا عنده واحد السيرفيس باك وبغيت نشوف لي فايل اللي كاينين في هذاك الويندوز 7 اللي وهذاك السيرفيس باك بريسيزيمون. لقيت عنده ويندوز سيرفر 2012 R2 غادي نشوف شنو هما لي فايل اللي عنده لي فايل اللي كاينين في هذاك ويندوز سيرفر 2012 ونقدر ناتاكي ا بارتير دو سيت فايل. دونك على حسب شنو لقيت في لا بارتي ريكونيسونس ولا بارتي سكانين كنبني عليها باش كنديروا الجينين اكسس. رابع مرحله او هي المينتينين اكسس. تنقولوا ميم سي هو الى ديتيكتي كيا كلكو شوز كي نفا با في السيستم ديالو ولا شي واحد دخل السيستم وداخل ليه بشي لوجيسيال ولا شي بروغرام ولا دايز ليه من ان بور وقطعو خاصني نخلي لاكسي. ميم سي قطع نقدر خاصني نبقى شاد له شاد ليه السيستم ديالو ولا شاد نقدر ميم سي قطع عليا خاصني نبقى داخل ليه انا. دونك هادي في لا بارتي مينتينين اكسس. كاينه الكليرين تراك. كليرين تراك يعني نحيد لي تراس ديالي. كان يكون واحد مثلا دخل يسرق دي دوني وقبل ما يخرج خاصو يمسح لي دوني ديالو باش ما يتشدش باش ما يتراساش عليه باش ما يقلبوش ويرقاو ويرجعوا ليه يبقاو غاديين تيوصلوا له. دونك خاصو يحيد لي تراس في لي تيست دو بينيتراسيون lorsque vous testez la vulnérabilité fouad le système كتشوف واش عندك لا مان باش تسوبريمي لي لوغ ديالك باش تسوبريمي لي تراس ديالك باش كتشوف واش هذاك لو سيستيم اي كابابل دونغوجيستري ولا هذوك لي لوجيسيال دو سيكوريتي لي داير هذاك لو كليون واش قادرين يسوف غارديو وما يخليوش لاتاك لو بيان الهاكر يمسح لي تراس ديالو. دونك الا كان يقدر يمسح لي تراس ديالو اوتوماتيكمون راه لو سيستيم فيه ان بروبليم خاصو مي واخا انا اتاكيت ولكن يبقى مسجل ليا شكون اللي دار ليا لاتاك ومنين جاتني لاتاك. دونك هذا هو سكون ابل لو كلين ريكليرين تراك. يعني lorsqu'on fait une test de pénétration خاصنا نشوف واش اون بو است كو جو بو سوبريمي لي لوك ونشوف ونشوف واش لو سيستيم ديالي لي اتاكا واش كيقدر يسجل لي لي لوغ وما يخليهمش يتسوبريما. دونك هادو هما المراحل ديال بينيتريشن تيست بلانين. نتمنى نكون شرحت ولو شي شويه وتفهموا ان شاء الله. غندوزو باغ لا سويت لي تيست وديك الساعه غادي يزيد توضح الصوره. كنشكركم على تتبع ديالكم. عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا جيم وتبارطاجيو. كنشكركم ومع السلامه.